الشامه او الشامات ورم حميد وشائع جدا لدى الكثير منا، المشكله تبدا عندما يظهر نوع من سرطان الجلد يسمى الميلانوما، وهو خطير جدا لانه لا يوجد له علاج حتى الان، ويبدو في البدايه وكانه مجرد شامه عاديه، الخوف هو ان اكتشافه في وقت متاخر يمكن ان يعرض حياه الانسان للخطر، فكيف نميز بين الميلانوما او الشامه التي قد تكون مسرطنه وبين الشامه العاديه، هذا هو السؤال. طبعا للحديث عن ذلك انضم الينا في الاستوديو دكتور احمد الحمادي استشاري الامراض الجلديه وطبعا السؤال من بدايه الحلقه كيف نميز بين الشامه العاديه والشامه اللي فيها خطر لانه في ناس كثير ممكن اذا كان حجم الشامه كبير او فيها شعر يبدا يوسوس ويخاف صحيح هو طبعا اغلب الشامات اللي الحمد انها حميده آه يعني ما فيها اي اشكاليه لكن في بعض البشرات خاصه البشرات البيضة البشرات اللي عندهم فيهم استعداد وراثي لظهور سرطان الجلد يعني ذكرتي مهيره الميلانوما لله الحمد الميلانوما علاجه أصبح أمر هين إذا تم اكتشاف سرطان الميلانوما في المقدمة فعلاجه ممكن وعلاجه سهل لكن إذا تم اكتشافه في البداية فالشامات أغلبها مثل ما قلنا حميدة لكن في بعض الناس اللي بشرتهم بيضة اللي عندهم أكثر من أمية شامة موجودة في الجلد اللي بيصابون بي بالضبط اللي يصابون بحروق في في عمر صغير خاصه اللي يعملون التسمير خاصه اللي يروحون هذا السلاري سل فهذا طبعا ما في شيء. ممكن يحول الشامات لخلايا مسرطنه، خلايا غير حميده، فأنا كطبيب جلديه متى اقدر اقول والله هذه الشامه لا احتاج اني اشيلها، هذه احتاج أن لا هذه إتركية هذه بس حطي عينك عليها، في بعض الشامات طبعا ممكن تظهر من الولاده، وجودها من الولاده مش معناته بالضروره انها خلاص هاي ننساها، وكذلك ظهور شامات يعني قد على عمر تتحول كبير. الى مسرطنه اللي يهمني انا التغير اللي يحدث في الشامه، وعندنا معروف في الامراض الجلديه من A B C D ايه فور symmetry اذا كانت الشامه غير متناظره معنى الكلام اذا قسمنا الشامه لقسمين القسم الاولاني يختلف عن القسم الثاني اظن هذه شامتك مهيره أيوه. لله الحمد فحصناها الحمد طبعا بهذا الجهاز بس آه. الغريب يعني احنا نسميها حبه خال لانه هي صغيره بس المتعارف عليه يعني انه الشامه لازم تكون كبيره وبارزه آه. أيوه. انا هي يا دوب يعني بس بالمجهر ما شاء الله طالعه أي. يعني عندنا اشكال والوان ما راح تبين يمكن على الكاميرا فالحجم مش بالضروره دائما هو المؤشر اللي عندنا اهم شيء الشامه بشكل عام طب يعني انت ايش بقى... شفت هنا يعني ما أم... شفت مفهوم. ان الحمد لله من النظره الاولى مثل ما نقول في شامه يا حبيتها يا ما حبيتها <applause> <applause> انت حبيتها <applause> هاي <هي> ما دخلت قلبها هي بالمحبه لا فعلا احيانا لما نفحص بعضها <applause> على طول عيني بتروح على شيء لا هاي شامه ما مب... عجبتني هاي مو بحبها لازم اشيلها وهذه الشامة اقول لك لا اتركيها فالحجم احيانا طبعا مهم خاصه اللي يولدون في عندنا بعض الاطفال يولدون بشامه عملاقه هذه الشامه العملاقه اللي اكبر من 20 سم هذه تحتاج متابعه اكبر من 20 سمتر. نعم نشوفها يسمونها الشامه العملاقه فهذه تحتاج متابعه لان في نسبه اقل من 5% ممكن تتحول لخلايا غير حميده وسرطان الميلانوما، لكن مثل ما ذكرنا اغلب الشامات حميده، متى الشامه تستدعي زيارة أيوة. الطبيب فورا مم. وجود اكثر من لون، لون بني غامج، بني فاتح، لون احمر، ابيض، اكثر من لون هذه يستدعي في, في, في نفس الشامه؟ في نفس الشامه نعم <applause> الشامه اذا كانت تنزف بشكل غير طبيعي، انا ما اتكلم عن الشام، بعض الشامات طبعا مكان احتكاك الملابس قد تنزف وهذا مش بالضروره يكون شيء غير طبيعي لكن وجود النزيف المستمر تلتهب بشكل مستمر الافضل مراجعه الطبيب. شامه طول عمرها كان حجمها صغير وصارت مره واحده اضاعفت بالحجم ولو اني بعد حابب اني انبه في النساء خاصه مع خلال فتره الحمل شامات كثيره بتحصل والشامات اللي موجوده اللي تكون موجوده تتغير بالشكل، فهي مش بالضروره اني انا كطبيب جلديه اكون متحمس كثير واقول لا والله هذه معناتها سرطان ولا كافية هذه هي العلامات الثلاثه انه على الاقل المفروض تروح تشوف دكتور مش ضروري انه تخاف والطريقة يعني والطريقه الوحيده اكيد طبعا هذا اللي موجود عندنا بيه. هاي اداه تساعدني في اني اقول والله هالشامه لا تكفي مراقبتها ولا هالشامة يحتاج اشيلها لكن القرار الاخير او الشيء الاخير اللي ياكد تشخيص الشامه عن طريق الخزعه الجلديه واجراء جدا بسيط ياخذ لا اقل من من دقائق نشيل الشامه نبعثها المختبر يتم قراءه الشامه بناء عليه يتم تحديد هذا الشيء جميل. وحتى لو افترضنا لا سمح الله ان كان في سرطان الميلانوما يعتمد على عمق الشيء كل اللي يحتاجه ازيلها جراحيا من المكان، نعم. بس هذا مؤشر للشخص يجب الحذر من التعرض لاشعه الشمس، مم. احنا ما نخوف الناس من من اشعه الشمس لكن بالفعل اللي بشراتهم فاتحه اللي يصابون بحروق في عمر صغير هؤلاء آه معرضين اكثر لسرطانات. دكتور بشكل سريع عده اسئله، وجود شعره على الشامه خطير مش خطير اللي بتسوي ليزر عشان تشيل ما تشيل هالشعره سؤال جدا مهم هينا فعلا البعض عنده اعتقاد وجود الشعر معناته هذا مؤشر خطير الشعر وجود الشعر ما له اي قيمه حال حال اغلب اي اي شامه هل في خطر من ازاله الشعر بشكل لا. بشكل عام لا لكن ما افضل جرح الشامه احيانا بطريقه نزع الشعر فما وبالليزر. في ضرر من قصره حتى الليزر انا افضل تجنب الليزر عشان ما تتهيج المنطقه لكن حتى لو اصاب الليزر منطقه الشامه ابدا ما في ضرر ولا الليزر يحولها لخلايا مسرطنه لا سمح الله طيب دكتور في حال الشك في شامه معينه او حتى الدكتور مثلا او الطبيب شك فيها كيف ممكن ازاله هذه الشامه بالليزر او بعمليه جراحيه؟ لا هو كثيرين يعتقدون ان الليزر هو العلاج السحري، بالعكس انا اذا احتاج اني ازيلها ازيلها جراحيا عشان دلوقتي. ابعثها المختبر آه. لتحليلها، وبالمناسبه كذلك البعض عندهم اعتقاد اذا الشامه بارزه لا هذا مؤشر خطر، آه. وجود البروز هذا لا يعني اي شيء. يعني دكتور انت ذكرت موضوع التسمير لاي مدى يعني هل هناك اثبت الابحاث انه السولاريوم يؤدي الى السرطان سرطان الجلد ما في شك في تحذير من منظمات الصحه العالميه أي. في الـ في استراليا تم حظر هذه الاجهزه في ولايات كثيره في الولايات المتحده الامريكيه تم حظر هذه الاجهزه واخيرا في ابلكيشن صارت كمان ممكن انت تحطها وتكشف لك الشامه اوكي ولا لا هذا جيدة، هي... جيد جيده مهره لكن ما نحب نعتمد عليه بشكل كبير ممتاز. على وجود كل الاجهزه هذا ما تحل مكان الطبيب والنظره العامه للطبيب لازم طبعا, طبعاً الكلام رجع لكم لكم <applause> شكرا جزيلا طبعا للدكتور احمد الحماد استشاري الامراض الجلديه وفعلا لا غنى عنكم الله يسلمك الله لنا إن شاء الله. ان شاء الله في الاشياء التجميليه <applause> احنا معكم شكرا لك <applause>